مساء الخير طلابنا الأعزاء، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة للجميع. أعرف شوية وقت ضيق عليكم، مرحلة صعبة، مرحلة اللود اللي صاير عليكم، بس أتخيل أهون مما كان لو كنتم داومين، لأنه بالدوام راح يكون عندكم patient وركض وراحة وجاية وفوقات دروس وامتحانات، وتطلعون من الصبح ترجعون الظهر. صح، أكيد طبعا طقت روحكم من قاعدة البيت، بس أكيد ما شاء الله عليكم أغلبيتكم قد تطلع وتسخت رايحة جاية، بس مع ذلك أتخيل هي فترة زمنية قصيرة، مو هواية، ما باقي لها شي شهر بالزمان، وإن شاء الله كل شي يخلص وترتاحون وتخلصون من هم هالسنة إن شاء الله. أنا أعرف الجاي صعب، بس أتخيل كمادة التقويم وأنتو حضراتكم كل سمعت يريد يأجل الامتحان وما تسوون امتحان، وعلى الكويزات كانت مجرد الغرض من عندها تسهلكم إنه تقرون. المفروض كل واحد اطلع على المادة، يعني ماكو شي صعب عليكم، مادة كل سهلة راح تكون، والامتحان الفصلي كلش مهم، فالتأجيل ممنوع منعا باتا. مو بس تأجيل، حتى إلغاء الامتحان ممنوع منعا باتا. راح يصير امتحان الفصل الأول الجمعة القادمة، والجمعة اللي وراها راح يصير امتحان الفصل الثاني في وقت محدد. تكونوا قارين ومركزين، وتعتمدون أهم شيء على نفسكم بالأجوبة، ما تعتمدون على غيركم، ما تصير اتصالات بيناتكم. تمام، ترى قاعد أكتشف الغش، وطبعا يعني قاعد أنقص من درجة الغش من قاعد أكتشفها، خلوها ببالكم. يعني كل واحد قاعد يجيني إيش أجوبة طبق الأصل ويا الثاني، أنا قاعد أقول لكم إياها إنه هذول شخص قاعد ينقص درجتهم بالنهائي. فأرجو كل واحد يعتمد على نفسه، ما عنده علاقة بغيره. كل واحد من قاعد يعتمد على نفسه قاعد يبدأ أكثر، وقاعد يحصل على أجوبة أحسن مما لو يعتمد على غيره. ما باقينا شيء من المحاضرات، باقيتنا محاضرات كلش قليلة، وطبعا ماكو بعد كويزات، لانه يعني انا قاعد اعرف عندكم هسه لود بالامتحانات وبالتحضيرات. فراح يصير الجمعه القادمه امتحان الفصل الاول الساعه 2 الظهر ان شاء الله، واليوم راح نحكي على موضوع اخر من محاضرتنا. حكينا عن الانتروبوستيرير او ساجيتال بلين ديسكريبنسي، اذا تتذكرون، اللي هي كانت الكلاس 1 والكلاس 2 والكلاس 3 والكلاس 2. حكينا عن كلاس 1 ديفيجن 1 وكلاس 2 ديفيجن 2، هاي كلها شرحنا لكم اياها بالمحاضرات السابقه. وراها حكينا على الترانسفيرس بروبلم اللي هو كان عن الكروس بايت، صحيح؟ اليوم راح ناخذ اخر بلين اللي هو الفيرتيكال بلين. فالتريتمنت مال فيرتيكال ديسكريبنسي، يعني عندنا مشكلتين ممكن يكون بالفيرتيكال بلين، ايذر راح يكون عندنا اوبن بايت او راح يكون عندنا ديب بايت. هاي الحالتين اللي ممكن اتوقع انه اشوفها في حالة اذا عندنا vertical discrepancy. ارجع واقول احنا راح نحكي treatment، والتريتمنت من حضراتكم يعني ما يحتاج تدخلون بالتفاصيل، لانه انتم مو من اختصاصكم، بس من اختصاصكم انه تعرفون شنو هو التريتمنتس الاوبشنز المتاحة للاشخاص اللي عندهم ديب بايت او اوبن بايت او فيرتيكال ديسكريبنسي، وشنو هو الحلول مالتها، وياهو يكون مناسب في الوقت المناسب. فارجو تنتبهون للكلام اللي راح اذكره بالمحاضرة، لانه كلش مهم، راح تسهل عليكم هواية شغلات اثناء قراءتكم. بالبداية راح نحكي شوية عن الـ vertical relationship اللي انتو ماخذيها بالـ diagnosis وتعرفوها كل زين، بس راح نسويها في review سريع. احنا نعرف انه الـ vertical dimension of the face، كتشوفون شو مواضح بالصورتين، انه يتقسم الفيس الى into 3/3، 1/3, 2/3 and 3/3. الـ upper facial third هذا اول واحد، كتشوفوها شو واضحه. طبعا بالمناسبه لو تنتبهون انه الثيرد تقريبا لازم تكون متساويه، يعني الابر ويا الميدل ويا اللور تقريبا لازم تكون متساويه. الابر ثيرد راح يمثل لي هي المسافه، او الابر فيس هي الاكستنت من الهير لاين، كتشوفون هذا خط الشعر، هذا يسموه بالهير لاين. كسيفالومتريكلي بوينت على السوفت تيشو يسموه بالترايكون، هاي يعني هذا النقطة اللي هنا أو هاي النقطة اللي هنا يسموها بالترايكون، تشوفون. إلى to the base of the forehead، to the base of the forehead، يعني تشوفون هذا the base of the forehead.
البيس اوف ذا فورهيد يعني يمثل لي المسافه بين تو اي ايبروز. تشوفون هاي الحواجب المسافه بيناتها هاي المساحه، اذا هي من الهير لاين تو ذا بيس اوف ذا فورهيد، يعني هاي المسافه يمثل لي الابر فيس او ابر فيشال ثيرد هذا. تمام، الميدل فيشال ثيرد من راح يكون؟ راح يصير الاكستنت مالتنا من البيس اوف يعني فورهيد تو ذا بيس اوف ذا نوز. باو من البيس اوف فورهيد تشوفون بين تو اي ايبروز اللي يسميها البلابيلا بوينت الى البيس اوف ذا نوز. باو سيفالومتريكلي بدايه الهير لاين يسموها بالترايكون هاي، نعم ترايكون بوينت، نعم بالمنتصف ياخذوها يسموها بالترايكون بوينت. الى البيس اوف ذا فورهيد اللي بين الحاجبين بالمنتصف يسموها بالجلابيلا بوينت. يعني من الترايكون تو ذا جلابيلا بوينت ات ريبريزنت الابر فيشال ثيرد. تمام، من الجلابيلا بوينت تو ذا البيس اوف ذا نوز يسموها بالساب نيزالي، هذا يمثل لي الميدل فيشال ثيرد. من الجلابيلا بوينت الى الساب نيزالي يمثل لي بالميدل فيشال ثيرد. زين راح نيجي الى اللور فيشال ثيرد، هذا اللور تشوفون هو راح يكون من الساب نيزالي يعني من البيس اوف ذا نوز الى البوتوم اوف ذا تشين. bottom of the chin يعني نهاية الشن يسموها بالمينتون، مينتون ما soft tissue كسيفالومتركلي إذا تريدون أحد يعرف. إذن ال upper facial third من ال hairline أو trichome point إلى الجلابيلا point and the middle facial height أو third يسموها من الجلابيلا point إلى subnasally، ومن subnasally إلى المينتون point اللي هي tip of the chin يعني نهاية الشن أو bottom of the chin يمثل لي lower facial third. انتبهوا باللور facial third تتقسم إلى جزئين upper one third and lower two third، يعني ياهو الأكبر يعني two third أكبر من one third. one third يشمل لي upper lip، two third يمثل لي lower lip. طبعا الابر ثيرد يعني يمثل لي الابر ليب والماكزيلا والابر تيث، بس التو ثيرد يمثل لي اللور ليب والتشن اند ذا ماندبل اند اللور تيث. دائما هذا يكون الثلثين وهذا يكون عندي الثلث، بس هي الاقسام الثلاثه بالنورمال فيس لازم تكون تقريبا متساويه الثيرد. تمام، ها هي كمقدمه اوليه لازم نعرف انه الفيشال هايت تتقسم الى هذا. الديسكريبنسي بالفيشال هايت اللي هي طبعا اهم بارت عندنا هو اللور فيشال ثيرد لانه يشمل الماكزيلا والماندبل، صح لو لا؟ دائما انا اقول لكم اياها، هذا البارت هو المهم. ممكن يصير عندي انكريز او ديكريز، اذا صار عندي انكريز او ديكريز ذات مين ذير از ا ديسكريبنسي بالفيرتيكال دايمنشن. الانكريز بالفيشال هايت، انكريز بالفيشال هايت يعني اتوقع شخص عنده اوبن بايت، والديكريز راح يكون عنده ديب بايت. تمام، هاي كلش واضحه ومقدمه بسيطه واكيد كلكم تعرفوها، واي سؤال انا حاضره. زين اول بارت راح نحكي عنه بعض بالفيرتيكال دايمنشن. هسه قبل شويه السلايد اللي شرحت لكم اياها هو vertical dimension of the face، اريد اخليكم في النقطه مهمه ببالكم انه الايتيولوجيكال فاكتور، المين ايتيولوجيكال فاكتور، تذكرون احنا بالانتروبوستيرير بالكلاس 1 بالكلاس 2 كلاس كل واحد كان عنده مين ايتيولوجيكال فاكتور يختلف عن البقيه، واحد السكيليتال والاخر دينتال والاخر وهكذا. بالvertical discrepancy تأثير الجينيتيك كنترول، انتبهوا تأثير الجينيتيك كنترول أكثر من تأثيره على الhorizontal relationship أو الanthroposterior relationship. يعني أغلب الحالات من يكون عندي problem بالvertical dimension أتوقع الcausative factor genetically، يعني either skeletal أو فد huge soft tissue problem. خلوها ببالكم بعض.
من أقول لكم genetic factor، يعني أيضا راح يكون skeletal factor يعني مشكلة بالماكزل أو بالماندبل، أو ممكن يكون problem بالsoft tissue يعني فد problem بالإكوليبرام مثلا، يعني الفورسز مال ال inner والأوتر مثل ال pressure of the tongue خلى إنه يصير عندي forward وإضافة downward rotation of the mandible فتح عندي البايت، تمام؟ أو فد بروكسيزم dental problem. بس الأهم فاكتور يأثر لي على الاستيبوليتي بالفيرتيكال دايميشن بعض، أكو فرق. رح أسألكم سؤال، إذا قلت لكم البين إتيولوجيكال فاكتور تقولوا لي الجينيتيك فاكتور أو جينيتيك كنترول. من أقولكم المين فاكتور اللي يأثر لي على الاستيبوليتي أو فيرتيكال دايميشن of the face تقولوا لي dental relationship. الدينتال ريليشن شيب قصدهم بالانسايزر اوفر بايت. الانسايزر اوفر بايت طلابي الاعزاء انتبهوا لا تخبطون، لانه شويه الموضوع يخبط، يعني المتمرسين بالاورثودونتيك تريتمنت دائما يخبط عندهم هذا الموضوع، لانه هو واحد عكس الثاني. من اقول لكم اهم فاكتور ياثر لي على الاستابيليتي اوف فيرتيكال دايمنشن تقولوا لي الاوكلوزال relationship أو occlusal factor أو occlusal forces، لأنه أكو أثناء الكونتاكت بين الأبارتي، شوفوا شلون واضحة بهاي الصورة، من يصير كونتاكت بالإنسايزرز بين الأبر تيث واللور تيث، راح تشوفون إنه اللور إنسايزل تيب راح يطخ اللينجوال أسبكت مال البوستيريور تيث بنقطة معينة، هاي النقطة المعينة اللي يسموها بالocclusal stop. شو يسموها؟ occlusal stop، وهاي تيجي من ال inclination of the incisors. يعني انتو تعرفون حضراتكم انه ال incisors ما قاعدة بالdental arch in upright position، يعني مو عدلة. اذا صارت عدلة رح يصير عندي مشكلة، تمام؟ لكن هذا الميلان مالتها رح تنطيني فد stopper، هاي النقطة قاعد تشوفونها سأني مأشرة عليها بالpointer مالي، هذا يمثل ال occlusal stopper. هذا مهم بالstability بالocclusal force distribution أثناء vertical dimension، نقطة كلش مهمة. هاي النقطة يمثل لي الانسايزر اوفر بايت. الانسايزر اوفر بايت شنو هي؟ الانسايزر اوفر بايت خلوها ببالكم هي نقطة كلش سهلة ماخذيها كلتنا، اللي هي vertical relationship بين الابر تيث واللور تيث، تمام؟ راح يصير الكونتاكت مالتها، الكونتاكت هذا الocclusal stopper لازم تكون اما كحد in one third of the upper أو one half of upper على مدى نحصل على normal range of incisor overbite، يعني تقريبا 2 إلى 4 مليم يمثلي ال overbite، هذا ال vertical dimension، هذا يشوفون مو ال overjet، هذا ال overbite، هذا هاي الحدود مالتها اللي نقدر شلون نقيسها. قلنا نخلي المسطرة على أو نخلي القلم على حدود الـ upper incisal teeth إلى أن يطخ الـ lower incisal teeth بنقطة، هاي النقطة، وأقيس المسافة من الـ lower incisal edge إلى النقطة اللي صارت عندي، هاي كلها ماخذها بالدايجنوسيس ما عندكم مشكلة بها. هاي المسافة وهاي الكونتاكت كلش مهمة على ما نحصل على الـ stopper، وهذا يمثل الـ incisor overbite أو الـ overbite بصورة عامة. خلوها ببالكم إذا ازدادت كمية الأوفربايت، إذا ازدادت كمية الأوفربايت بحيث يصير الكونتاكت above the half of the tooth structure مال upper، هذاك رح يسموه بالincreased overbite، أو إذا قلت عن الثلث رح يصير عندي decreased overbite. إذا أكو كونتاكت بين الانسايزر الأبر واللور يسموه بالcomplete overbite، وإذا كان عندي كونتاكت بين الانسايزر الأبر واللور أو اللور ويا السوفت تيشو هذاك الوقت راح يتحول الى التروماتيك اوفر بايت، واذا ماكو كونتاكت بين الابر انسايزرز واللور انسايزرز راح يسموه بالانكومبليت اوفر بايت، واذا خلصنا الكونتاكت وصار عندي فراغ بيناتهم تشوفون مثل شو ما هنا صايره متحول الى الاوبن بايت. واذا اكسيت الريليشن صارت الانسايزرز لور anterior to the upper هذاك الوقت راح يسموه بالريفرس اوفر بايت. انا متاكده شبتت عليكم، راح اعيدها ببطء اكثر. الاوفر بايت هي الفيرتيكال ريليشن شيب بين الابر انسايزرز واللور انسايزرز،
كلش مهمة ونحصل بها هاي نقطة الكونتاكت اللي يسموها بالستوبر أو كلوزال ستوبر، كلش مهمة يحافظ على الستابلتي مال الأوفر بايت مالتنا. الانسايزر أوفر بايت هو عكس الفيرتيكال دايمنشن، يعني إذا هذا التوث، هذا التوث كتشوفون هذا التوث، إذا صار الأوفرلاب مالتها above this point، يعني بحيث ازدادت الاوفربايت، ازدادت يسموها بالانكريست اوفربايت، اتوقع الفيرتيكال دايمنشن مال فيس راح يقل. صارت واضحه؟ اذا ازداد الاوفربايت، ازدادت يعني انكريست اوفربايت، الفيرتيكال دايمنشن مال فيس شو حيصير؟ حيقل، لانه راح يزداد الاوفرلابينج بين الانسايزرز، فاتوقع الشخص شو حيصير عنده؟ decrease بالvertical dimension. انتبهتوا؟ يعني الoverbite إذا ازداد الvertical dimension مال face راح يقل، تمام؟ إذا صار عندي decrease بالoverbite، decrease بالoverbite يعني هاي point صارت هنا مثلاً كلش جوا، تمام؟ يعني معناها صار عندي decrease بكمية الoverbite، أتوقع facial dimension of the face شو حيصير؟ راح يزداد واحد عكس الثاني. إذا أكو contact يسموه complete، وإذا contact بس مو بس بين teeth، بين teeth و soft tissue يعني parietal soft tissue أو labial soft tissue، هذاك الوقت حيكون traumatic. واضحة؟ إذا قل ال overbite صار decrease إلى درجة وصلنا إنه ماكو contact بين ال upper teeth وال lower teeth حيسموه incomplete. إذا درجة وصلنا ال overlap راح، يشوفون هنا overlap راح بحيث صار فراغ بين upper incisors واللور incisors، يعني إذا overlap موجود وcontact ماكو يسموها بالincomplete overbite. بس إذا overlap ما موجود ونفس الوقت ماكو contact بين التيث، هذاك الوقت حيتسمى بالopen bite. وإذا اللور incisors اتقدمت على upper incisors راح نسميها بالreverse overbite. Reverse overbite. هاي عبارة عن مصطلحات راح نحتاجها وراح تستفادون من عندها بالoverbite cases. هسه راح نشرح على أول part بالvertical dimension هو deep bite. انتبه على السلايد الورا. هاي الصور مجموعة من الصور خليت لكم إياها، تشوفون wide range of overbite أو incisal overbite relation. شوفوا هاي ثلاث صور الأمامية الفوق قدامكم هي عبارة عن كلها عن reverse overbite. إذا سألتكم سؤال عن شنو هو، هو cross bite. إذا سألتكم سؤال what is the overbite in this case، تقولوا لي reverse overbite. يشوفون هنا mild coverage، هنا severe coverage، هنا wide coverage. يشوفون يعني هنا تشوفون upper incisors مغطية تقريبا 3/4 upper incisors، يعني deep وreverse يعني كلش هواية. هنا mild شوية من الانسايزر اجى مغطى. شوفوا هاي الصور الثلاثة الجوة عندي، هذا الكمبليت أو الديب بايت. كتشوفون؟ كتشوفون التروماتيك هنا، التروماتيك كتشوفون الانسايزر شون ضغط على البليتال تشو هنا، تشوفون اللور الأبر انسايزر ضغط على السوفت تشو مال ليبيال. سيفير يسموه سيفير تروماتيك ديب بايت، تمام؟ هنا كتشوفون أيضا هذا old patient صار عنده extraction بالposterior، فصار عنده هذا traumatic anterior bite. هاي different range of the deep bites. زين، هسه أول شيء راح نحكي كتعريف عن deep bite. يعني التعريف مع deep bite، يعني إذا أريد أعرفه بمختصر كلام، عبارة عن increase the vertical overlapping between the incisors. Increase ال vertical overlapping of the incisors يعني increase بال overbite، تمام؟ ال overlap هذا ال vertical overlap، لو تخلون ايدكم الفوق ويا جوا شوفوا من تزداد حيصير عندي deep bite. بالمقابل ال vertical dimension of the face شي يصير؟ decrease. شو ما قلت؟ لأنه increase بال overbite، إذا بال vertical dimension of the face شي يصير؟ يصير decrease. إذن هذا ال overbite ممكن يكون dentally، إذا كان ال causative بالdental، يعني either over eruption of the incisors or under eruption of the posterior teeth، إلى درجة ممكن تصير traumatic،
أو إسكليتالي. إذا صارت إسكليتالي أخلي بالي، يعني معناها مشكلة بالماكسيلا أو بالماندبل. شو حيصير بالماكسيلا بالماندبل؟ راح يصير convenient أو convergent rotation. يعني شنو convergent rotation؟ يعني الماكسيلا يصير بها rotation upward تمام، تصعد لي فوق العفو متأسفة، يصير convergent يعني الماكسيلا راح يصير بها rotation in downward and backward. تشوفون يعني الماكسيلا كلها على بعضها تنزل لي جوا وتفتر backward. تشوفون بالمقابل الماندبل ممكن يصير بها forward and upward. الماندبل من تصعد لي فوق وترجع شوية backward راح أتوقع شو هيصير عندي convergent rotation، يعني الماكسيلا ممكن تنزل تمام، تنزل والماندبل تصعد واحد عكس الثاني، راح يصير واحد يغطي على الثاني وبالتالي راح يصير عندي هذا الديب بايت. خلوه ببالكم انه الديب بايت ممكن اشوفه ويا different cases، يعني ويا الكلاس 1 ويا الكلاس 2 ويا الكلاس 3 ويا الكروس بايت، ممكن اشوفه ويا كل الكونديشن. لكن الصفة المميزة مع الديب بايت، هاي نقطة رئيسية خلوها ببالكم، ممكن انه الصفة المميزة والخاصية المميزة مع الديب بايت خاصة للكلاس 2 ديفيجن 2، هاي دائما نذكرها وذكرتها بالمحاضرة مع الكلاس 2. كلاس 2 ديفيجن 2 هي صفة رئيسية بها تكون ديب بايت كيسز تمام، يعني ديب بايت مرافقة ويا الكيسات اوف كلاس 2 ديفيجن 2. يعني ممكن تكون مرافقة ويا الكلاس 1، ممكن مرافقة ويا الكلاس 2 ديفيجن 1، وممكن ويا الكلاس 3، بس الكلاس 2 ديفيجن 2 هي الاخص شيء اللي ممكن يصير وياها الديب بايت. إذا ممكن يكون عندي dentally، إذا كان عندي problem بالteeth، صح لو لا؟ either super eruption of anterior و under eruption بالposterior، أو ممكن يكون عندي skeletally. skeletally معناها المكزلة صار بها rotation forward and backward تمام؟ يعني عفو downward and backward، أو المandible صار بها rotation upward backward. المختصر الكلام انه يعني واحد من يتحرك الماكسيلا واحد عكس الثاني، النتيجه شو حيصير عندي؟ راح يصير اوفرلابينج بين الابر تيث ويا اللور تيث، وين الابر ارش ويا اللور ارش، وبالتالي راح يصير عندي الديب بايت. هسه راح ناخذ الفيتشرز مال كل واحد مال الديب بايت كدنتالي اند سكيليتالي. شوفوا الدنتال فيتشرز عادة وأبدا مختلف الفيتشرز، ممكن يكون الدنتال arch short wide، ممكن alignment مال الأسنان normal، أو ممكن نشوف crowding بس ما ممكن نشوف spacing تمام، لأنه دائما الأسنان صار بها retroclination عبالك كأنه راجع لي ورا، فممكن أشوف بها spacing إلا حالات نادرة، إلا إذا كانت الأسنان deep bite ونفس الوقت البون بها مشكلة والأسنان صار بها procrastination ممكن، بس الأغلب نشوف بها mild crowding. هاي شغلات مو كلش أساسية كdental feature. الصفة الأساسية اللي ممكن أشوفها كdental feature of deep bite راح يكون الشخص عنده over eruption of incisors and under eruption of posterior، وبالتالي ال curve of SP اللي احنا اخذناها بالاحد الفيتشرز اوف نورمال اوكلوجن مال اندروس، اللي قلنا لازم يكون نورمال كيرف اوف سبي اللي هو لازم يكون نص مليم بالزايد الدبث مالته هذا العمق، راح يصير عندي ديب كيرف اوف سبي، يعني معناها الانسايزرات كلش بارزه لي فوق والبوستيرير اسنان كلش نازله لي جوا، بحيث العمق ممكن يوصل الى 3 الى 4 مليم، وهذا يسموه deep curve of SP، وتعتبر the main dental features of deep bite. زين خلينا نشوف للsoft tissue feature شو نشوفه. شوف عندي هنا ثلاث ladies عندهم deep bites in different features، بس الشغلات الرئيسية عندكم تشوفون هاي أول وحدة، هاي تشوفون هذا شنو؟ هذا المينتولابيال سلكس، تشوفون إنه ديب، هاي نقطة كلش مهمة راح نشوف الفرق مالتها عن الأوبن بايت تختلف. المينتولابيال سلكس بالديب بايت يكون ديب عميق، تشوفون عبالك شكل محصورة هنا.
النيزوليبيال انجل اللي هي هاي هنا مثل الزاوية الخارجية القياسة 110 أخذناها بالدايجنوسيس كلش مهمة. تتوقعوا أنه يكون أكيوت حادة، يعني حادة مو قياسة حادة، يعني قوية، يعني ازدادت، تمام؟ ممكن أشوفها ازدادت. بس الصفة الرئيسية أكثر شيء اللي أشوفها الرئيسية كسوفت تشو أنه المينتوليبيال سالكس مال الشخص عادة وأبدا يكون ديب. إضافة أبالك اللبس كلها راجعة لورا، فيصير prominency of the chin، يشوفون الشين بارز مع الشخص، وإضافة إنه النوز أيضا بارز، كأنه تشبه مواصفات الكلاس 2 دريف 2، تمام؟ يصير أنتم ديب منتولابيال سالكاس، واللب أبالك صار مختفية من البروفايل مع البيشن، فيصير prominency of the nose and the chin. هاي أهم soft tissue features. راح نشوف وراها السيفالومتريك فيتشرز اللي ممكن اشوفها بالبيشنت وذ ديب بايت. بالسيفالومتريك فيتشرز لانه الماكسيلا تنزل والمانديبل تصعد، هاي البلينز، هذا البليتال بلينز او ماكسيلار بلينز والمانديبلر بلينز ويا الاوكلوزال بلينز، ابالك راح تصير وحده ويا الثانيه بارلل، ماكو اي inclination بيناتهم، ماكو اي زاويه بيناتهم، كانه يصيرون parallel in one flat plane. المانديبل بلين باعوا يصير فلات، المفروض المانديبلر بلين شوي بيها تكون ميلان هالشكل تشوفون، لكن هنا فلات، شوفوا هاي الصوره واضحه، بحيث الجونيال انجل يضرب كانه عنده 90 درجه تشوفون، او ممكن اكيوت انجل. طبعا من البادي اوف ذا مانديبل تصعد لي فوق وتقصر، اتوقع انه الريموس يطول، فبالتالي راح يصير عندي انكريز بالبوستيرير فيشال هايت. لكن بالمقابل اهم صفه قلنا بالديب بايت انه راح يصير عنده ديكريز بالانتيرير فيشال هايت. ما ادوخكم كفيتشرز الرئيسيه بالديب بايت انه كدنتالي يكون عنده ديب كيرف اوف سبي، كسوفت تشو راح يصير عندي ديب لابيومنتال سالكس، تمام؟ deep labiomental sulcus، إضافة إلى prominency of the chin and the nose. كسيفالومتريكلي راح يصير إني decrease بالinterior facial height لأنه هي عكس overbite اللي هي راح تزداد، تمام؟ وبالمقابل راح يصير عندي increase بالposterior facial height. ليش؟ لأنه المانديبولار plane، شو شوفون هذا على تعليل مهم، لأنه المانديبولار plane of the patient أو deep bite راح يكون تقريبا flat، تشوفون كأنه قاعد يتعدل، حتى الجونيال أنجل كأنه قاعد يعطينا 90 degree، ينطيني decrease بالبادي بس نفس الوقت increase باللينث of the ramus. طبعا من يزداد اللينث of the ramus أتوقع البوستيرير فيشال هايت، يشوفون هذا التأشير مالي يمثل لي الانكريز in the posterior facial height، لكن بالانتيرير راح يكون عندي decrease بالانتيرير فيشال هايت. طبعا مشكلة الديب بايت ممكن يكون تروماتيك بحيث يأثر على السوفت تشو مال البيشنت، فلهذا راح يكون عندي فتسايد افكت كلش كبيرة إذا ما تعالجت، لهذا تعتبر نوع من أنواع الأرجنت كيسز اللي لازم نعالجها قبل ما يسوينا سيفير تروما تو ذا سوفت تشو. ورا ما شرحنا تعريف الاوفر بايت وشنو هو الديب بايت وشنو ممكن يكون دنتالي ممكن يكون اسكليتالي، والايتيولوجيكال فاكتور هو اساسه يكون الجينيتيك، خلوها ببالكم، تمام؟ وحكينا عن الفيتشرز مالتها، هسه راح نجي الى التريتمنت اوف ذا الديب بايت. ننتبه على السلايد. بقى اساس الديب بايت هو شنو؟ ممكن الانتيرير تيث صاير بيها اوفر ايرابشن، يعني طولانه بالعربي العام، صح؟ لازم نقصرها، اذا الحل مالتها هو العكس الموفمنت، ايرابشن اوفر ايرابشن، لازم شنو نسوي لها؟ انتروجن، صح؟ هاي انتيرير. بالبوستيرير شو اتوقع؟ انه صاير بيها ممكن صاير بيها under eruption، يعني البوستيرير تيث نازلة عن مستواها أو extraction صاير بها، لازم شو أسوي بها؟ أسويها extrusion. بالتريتمنت وان شرحتها بالكلاس 2 ديف 2 إنه ممكن أعالجها بطريقتين بمنطلقين، واحد يسمون بالابسوليوت intrusion أو بالrelative intrusion. الابسوليوت intrusion يعني يجيني البيشنت البوستيرير نورمال ما عنده شيء، بس الانسايزرز
الانسايزر صار بها اوفر اربشن، يعني فقط اسوي انتروجن بدون ما اتلعب بالبوستيريور تيث، فقط اسوي شنو انتروجن، بحيث لانه احنا عاده دائما قلت لكم اياها انه اي فعل رد فعل، يعني اني من اسوي انتروجن بالانتيريور حتوقع بالبوستيريور شي يصير بها اكستروجن، صح؟ اذا صارت الرد الفعل قبلت انه يصير الرد الفعل، هذاك الوقت راح اسميه بالريلاتيف انتروجن، يعني معناها الانتروجن سويت بالانتيريور تمام، بالمقابل خليت يصير عندي بوستيريور اكستروجن ما اثر عندي، لانه ممكن الكيس الجاتيني ما ديب باي سببها انه بالانتيريور تيث وبالبوستيريور تيث، لكن اذا يجيني شخص وعنده ديب بايت والخلل فقط بالانتيريور لازم اسوي فقط انتروجن بالانتيريور، هذاك الوقت يسمون بالابسوليوت انتروجن، تمام؟ فقط انزل الانتيريور بدون ما اخلي البوستيريور تصعد، يعني اقطع الرد الفعل، تمام؟ او ممكن اسوي عكس، اسوي فقط اكستروجن بالبوستيريور تيث على مود يصلح لي الوضعيه. طبعا اذا الانكلينيشن مال الاسنان مو صحيحه لازم اصلحها، اذا عندي ريتروكلاين تيث اسوي لها بروكلينيشن، بالبروكلينيشن طبيعي راح ينفتح البايت، تمام؟ واذا عندي بروكلاين تيث لازم اسوي لها ريتروكلينيشن، الريتروكلينيشن يسوي لي ديبنينج للبايت، لهذا لازم اكون حريصه بهاي الحاله، راح اشرح هذا الحرص بنهايه الديب بايت. اذا المين ايدي اوف تريتمنت ان ذا ديب بايت كيسز هي الانتروجن اند اكستروجن، intrusion for the anterior teeth and extrusion of the posterior teeth. طبعا يبقى انه ال causative factor هو الاساس، وال age of the patient هو الاساس، وال growth factor هو الاساس، يعني اذا جاني patient في مرحلة growing يحتاج استخدم له growth modification، اكو عبارة عن my functional appliances خاصة تشتغل على هذا الموضوع، تشتغل على deep bite cases. وإذا جاني adult patient إذا كان skeletal cause لازم أسوي له surgery، وإذا كان dental cause أسوي له fix appliance بعدة طرق. راح نشرح بشكل ملخص عن كل طريقة عشان تتوضح عندكم الفكرة، تمام؟ بس هي الفكرة واضحة. وإذا كان يعني إذا الأساس صار intrusion and extrusion، وإذا كان problem بالinclination يعني عندي retrocline teeth لازم أسوي لها بروكلينيشن، لأنه بالبروكلينيشن من أطلع الأسنان اللي قدام معدل الإنكلينيشن مالتها البايت تدريجيا ينفتح ونحصل على الأوكلوزال ستوب اللي قلت لكم عليها ببداية محاضرة الديب بايت، تمام؟ ننتبه على أول حالة من حالات العلاج مال الديب بايت مالتنا، في حالة خاصة إن growing patient ممكن أستخدم الماي فانكشنال. أحسن من الماي فانكشنال أكو فد أبلاينس كلش حلو وبسيط يسموها بالانتيريور بايت بليت ريموفابل أبلاينس، طبعا هاي الصورة هي مو ريموفابل، هي هنا نايت جارد، مثل النايت جارد انفيزبل ريتينر يسموه أو انفيزبل ريموفابل أبلاينس وذ بايت بليت، بس هي لكون الصورة واضحة خليت لكم إياها على ما تفتهمون شلون حيصير النتيجة. هي المقصد من عندها شنو؟ من أنا عندي patient وأريد أسوي له extrusion بالposterior teeth أو growing patient. growing patient قصدي شنو؟ قصدي إنه الأسنان الروتات ما تمكملانة، يعني من أسوي anterior bite plane، تشوفون anterior bite plane حيصير contact بين the upper incisors and lower incisors، صح ولا لا؟ من يصير هذا flat anterior bite plane وليس inclined، لأنه بالinclined إذا بس تسوي inclined رح يغير inclination of the incisors. flat anterior bite plane رح تشوفوا شو يصير رأساً، يصير عندي فراغ بالposterior، واضحة مو؟ هذا الفراغ راح يسمح لي انه يصير extrusion of the posterior teeth، ومن يصير عندي extrusion of the posterior teeth انفتح البايت anteriorly، تمام؟ كل سهل، اخلي removable appliance with flat، انتبهوا اذا تخل قولوا لي anterior bite plane ما اعطيكم درجة، لازم تقولوا لي flat anterior bite plane بالdeep bite cases، تمام؟ بس من أريد أعدل inclination of teeth تقولوا لي inclined bite plane،
بس من حاجة إن الديب بايت فقط أستخدم flat anterior bite plane. هذا flat anterior bite plane راح يسوي لي space بالposterior، يشوفون لأنه راح يفتح يعني يصير contact بين يصير فد كأنه فد عائق بين upper incisors، يفتح البايت posteriorي راح يصير عندي مجال يصير بيها extrusion of the posterior teeth، وبالتالي يفتح عندي البايت of the patient. بس لازم يكون البيشنت بالجروينج، يعني إذا سويتوه بالأدلت اتوقع الموفمنت ما أحصله، وإذا حصلتها فهحصلها جدا بطيء، يعني يمكن يستخدمها يلبسها فت لازم 5 سنين يلا أحصل على ريزلت، لأنه الموفمنت يكون كاملة، البون يكون مور ثيك، الكونتاكت أقوى ويا البون، فالأسامة تتحرك بالأدلت كيسز. طبعا هذا هو فيديو يوضح لكم اسلوب عمل البوستير الريموفبل ابلاينس وذ انتير بايت بلين فلات انتير بايت بلين، بس مع الاسف ما يشتغل ويا اثناء ما اني اشرح لكم المحاضره، تقدرون تشغلوها وحدها وتشوفون النتيجه، حتشوفون كل فيديو توضيحي لهالموضوع. ننتبه على السلايد السلايد هذا ايضا توضيح عمل الفلات انتير بايت بلين على مود تتخيلون شلون تصير هاي الموفمنت. خليت لكم صور توضيحية لأنه مع الأسف الشديد هالسنة ما صار عندنا عملي داخل الكلينيك عاد ممكن تشوفوها، لكن هاي صور توضيحية أو فيديوهات توضيحية أكيد راح تصير الصورة أوضح لكم، وأي سؤال أنا حاضرة. انتبه على الصعد الوراء، يقول لك إنه البيشنت وصل إلى مرحلة الأدلت، شو حيسوي الأدلت؟ الأدلت طبعاً يعني اريد اسوي اكستروجن بالبوستيرير سيجمنت او انتروجن بالانتيرير سيجمنت حسب الكونديشن حسب الكيس. انا ما اقدر اتحكم شنو هو الموضوع ولا اقدر اتدخل بيه، بس انا اقول شغله واحده انه مهما يكون الوضعيه مالتنا لا نشتغل على حسب الكونديشن. الانسايزرات بيها مشكله اعدل الانسايزرز، البوستيرير بيها مشكله اعدل البوستيرير. احد الطرق اللي ممكن استخدمها هو انه ممكن استخدم بالانتر ماكسيلاري الاستيك، هذا الانتر ماكسيلاري الاستيك او يسموه بالكلاس 2 الاستيك اللي قلت شرحت لكم اياه بالكلاس 2 كيسز، انه يربط اللور 6 او اللور 7 هنا بهاي الصوره ويا الابر كاناين. بعد من يصير هاي الحاله راح يتقدم الماندبل ان فورورد، تشوفون هم صار عندي posterior open bite، تشوفون صار عندي هذا الفراغ، راح يصير extrusion بالupper teeth، راح يصير extrusion بالupper teeth نتيجة الفعل مال class 2 elastic، وينفتح البايت ويزداد الvertical dimension ويتصلح الوضعية. واحد يقول شنو هذا؟ أنا شو ما قفتم شلون هذا الإلاستيك يطلع الماندبل ويسوي لي posterior open bite ويسوي extrusion بالتيث؟ لهذا أنا حاولت أشرح لكم إياها بشكل تخطيطي، مع الأسف صبورة ما عندنا، على ورقة على ما تفهموا شنو هي الحالة بعد الورقة مالتي. بالكلاس 2 cases اللي هو هذا هو الإلاستيك، هذا السهم يمثل الإلاستيك، هي اللي هو المسافة اللي يمثل لي من اللور 6 إلى الأبر كناين. تشوفون السهم الدايركشن مال فورس شنو معناها؟ اوبليك فورس يعني قوة مائلة. انتم ماخذين بالسادس الاعدادي اذا تتذكرون، واذا ما تتذكرون راح اذكركم انه اي قوة مائلة، يعني مو قوة عمودية ولا قوة افقية، اي قوة مائلة من تجي على سطح معين تتقسم القوة وتتحلل إلى محللتين، بعوها القوة المائلة مالتي تتحلل إلى محللتين، هاي المحللة العمودية الـ vertical factor وهذا الـ horizontal. بعو الـ horizontal شو هيسوي؟ يسوي لي إنه يقدم الماندبل forward، صح؟ الـ force oblique مائل يتحلل إلى الـ horizontal و vertical. هذا الـ horizontal تشوفون يحرك الفورس in forward direction، يعني هذا الأوبليك فورس تشوفون الإلاستيك من أحللها راح يخلي إنه الماندبل وين تتقدم لي قدام، تمام؟ الفيرتيكال فورس شو هيسوي لي؟ يسوي لي upward movement، يعني الفيرتيكال فورس مال الإلاستيك راح يسوي لي extrusion بالposterior teeth، صح؟ هذا الاكستروجن راح يسوي لي إنه over eruption بالposterior teeth، وبالتالي حليت مشكلة الديب بايت، صح؟ إذن كلامي صحيح، الانترا أورال إلاستيك أو انتر أوكسيلاري إلاستيك الكلاس 2 إلاستيك
ممكن يتعالج في حالة الكلاس 2 أو deep bite cases. تمام؟ وطبعا هذا هو الفيديو التوضيحي مالته، تقدرون تشوفون ورا ما تخلصون السلايد شو على مود تفهمون شلون يشتغل بالمضبوط. بس هو هذا مقصد الكلام مالته. بس المشكله هنا انه الريزلت مالته انستابل نوعا ما، لانه راح يشتغل فقط على الاسنان، ويشتغل اذا خاصه اذا ما حصل الانتركاسبيشن المضبوط ما نحصل على الاستابيلتي بالريزلت. بس الكوندايل النتائج مالته مو كلش مضمونه، وممكن يسوي لي فالديفكت بالرزات مالتنا. هاي هنا الصورة خليت لكم اياها احد الاوبشنات، وهي حتى ما مذكورة بالمحاضرة، بس انا ذاكرت لكم اياها داخل المحاضرة الباوربوينت، مهمة وواضحة انه ممكن استخدم فدواير يسموه الار سي اس. الار سي اس من هو ريفيرس كيرف اوف سبي، يعني يعكسكم الفيرب اوف سبي، خاصة اذا تريدون تسوون absolute intrusion. يعني شنو absolute intrusion؟ العفو المتأسفة على relative intrusion. relative intrusion شنو معناها؟ يعني معناها intrusion بالانتيرير و extrusion بالposterior، يعني الفعل ورد الفعل. تشوفون الواير وضعيته، يعني اذا خليناه للposterior راح يسوي لي هنا extrusion، وهنا ممكن يسوي لي intrusion، واحد عكس الثاني، او ممكن اعكس الواير وخلي لي البيشنت. ومع ذلك بخليت لكم فيديو توضيحي شلون حيسوي لي انتروجن بالانتيرير واكستروجن بالبوستيرير اذا استخدمنا الار سي اس واير، احد الطرق اللي ممكن استخدمها بالادلت بيشنت، خاصه اذا دنتال ديب بايت واصلع بيه الديب بايت، وخاصه اذا كان المبدا اللي احتاجه هو الريليتيف انتروجن، يعني يصير انتروجن بالانتيرير واكستروجن بالبوستيرير. انتبه على السلايد اللي وراء، واضح كلش واضح. ممكن انه استخدم الديب بايت اعالجه ويا التاد، يعني temporary anchorage device، يعني اخليه implant اذا اريد اسوي intrusion بالانتيرير، خاصة اذا relative بس الانتيرير ارج انزلها، اخلي لي فتات هنا واربطها ويا lower incisors بالاستيك، بحيث حيصير عندي intrusion باللور تيث. او اريد اسوي intrusion بالأبر تيث، لازم اخلي تات هنا واربطها ويا الأبر تيث بإلاستيك او فت open coil خاصة مالتها، ويسوي لي intrusion بالانتيرير تيث. خلوا ببالكم انه ممكن هذا احصل بهالطريقة على relative، العفو على absolute intrusion. يعني RCS استخدمها في حالات اذا عندي relative condition، وحالة التاد لأنه temporary anchorage device يعتبر كلش قوي، ينطيني على الأبسولوت يسوي لي فقط intrusion movement. تمام؟ ها خليت لكم إياها هاي الصورتين، مهمة على ما تفهمون المصطلح، لأنه بالمحاضرة مذكورة الأبسولوت ورالاتيف، بس هي ما مذكورة شلون نحصلها، وهذه الطريقة راح تصير غامضة للطالب. لهذا خليت لكم هاي الصور عم تتوضح عندكم شلون يصير الرالاتيف وشلون يصير الأبسولوت. وهذا ايضا فيديو توضيحي شلون التاد يأثر على الديب بايت تريتمنت. اذا التاد ينطيني الابسولوت، والار سي اس الريفرس كيرف اوف سبي واير ممكن يستخدموه في حاله الابسولوت كونديشن. طبعا الاستابيليتي مال ريزلت كلش مهمه، لانه الفيرتيكال جروث مال الشخص دائما يستمر الى فتره زمنيه طويله، والريلابس يكون كلش عالي. لهذا ممكن استخدم البيشنت بالريتينر مالته فد انكلايند او العفو فلات انتيرير بايت بليت على مود يلبسه، على مود يحافظ على الاكستروجن مال بوستيرير فتره زمنيه طويله وما يصير عنده ريلابس. ننتقل لورا. بقى هاي كنقاط المهمة مال التريتمنت، انه اني البيشنت يجيني، اول شيء اشوف العمر مالته، اشوف الوضعية سكاليتا لوردينتال. اذا شفته في حالة الجروينج بيشنت راح استخدم له الفانكشنال ابلاينسز المتاحة، وقلت لكم احسن واحد للديب بايت اللي هو الانتيرير بايت بليت فلات، انتيرير بايت بليت وذ ريموفبل ابلاينس، هاي احلى حلول طبعا. بس اكو ممكن استخدم functional appliance خاصة، بس اكثر الحلول الملائمة هي من استخدم الانتيرير بايت بليت. تمام؟ اذا شفت انه الجروث مالته متوقف
وماصل منحة الأدلت dental أو mild skeletal. طبعا إذا كان عندي يعني severe problems ممكن يحتاج و adult و skeletal problem أحتاج surgery. إذا لا ممكن أستخدم له fixed appliance. بالفيكس ابلاينس ممكن استخدم كلاس 2 الاستيك، ممكن استخدم الار سي اس، ممكن استخدم التاد تمبرر انكورج ديفايس. الار سي اس ينطيني الريليتيف انتروجن، يعني يسوي انتروجن بالانتيرير واكستروجن بالبوستيرير، والتاد يعطيني ابسولوت انتروجن، يعني فقط نسوي انتروجن بالمكان اللي انا اريده. تمام. والكلاس 2 ايضا يسوي لي فد نوع من الابسوليوت، لانه تشوفون انه يسوي لي ممكن اكستروجن بالبوستيرير اكثر شيء، ممكن يحرك الماندبل ياثر على الانكلينيشن اوف ذا تيث. لازم اخلي بعض النقاط المهمه، وحقيقه انا هاي النقاط مو كلش كان يعجبني ينذكر بالمحاضره، بس هي جامعه بغداد هي ذاكرتها فمجبورين انه نلتزم بها. بس هي النقاط ممكن تواجهني اثناء الكيسز اوف دي بايت. اول هاي النقاط لازم اشوف الماندبولار ماكسيلاري بلين انجل، يعني هي الماكسيلاري بلين وماندبولار بلين هذا اخذناه بالسيفالومتريك. تمام. الزاويه تقريبا 27 درجه. تمام. اذا البيشنت جاني عنده دي بايت، خلوها ببالكم deep bite، ونفس الوقت عند reduction in the maxillary mandibular plane angle، عند reduction صاير يعني معناها صاير overlapping بين maxillary plane والmandibular plane. إذا عند crowding وتريدون تعالجون الcase بالextraction، تخيلوا الاكستراكشن، واني ذاكرتها دائما بمحاضرة السيريال اكستراكشن، الاكستراكشن يزيد depth of the bite، يعني يصير عنده deep bite. زين هو عنده deep bite والماكسيلاري بلين والماندبلاري بلين وبعده داخله باللخ، واسوي له اكستراكشن، هاي تصير سيفير، وبالتالي حيصير عندي problem، وهاي البروبلم راح تاثر على الكيس وحيصير عندي مور سيفير deep bite. اذا خلوها ببالكم، إذا البيشنت جاء وعنده ريدكشن بالماكسيلاري ماندبولار بلين انجل وديب بايت، يفضل انه يعالج without extraction حتى لو كان عنده الكيس كراودينج. بالعكس اسوي بروكلينيشن، افتح البايت، يرجع الماكسيلاري ماندبولار بلين انجل للنورمال فاليو مالتها، وبالتالي احصل على مور بيتر ريزلت. تمام. ها نقطة خلوها ببالكم، ما يحتاج تفكرون بها اكثر. إذا يصير عندي deep bite و overlapping بين المكزلر والماندبل، راح يصير عندي reduction maxillary mandibular plane angle. الكيس يفضل يعالج حتى لو كان عندي crowding with non-extraction treatment، يعني بدون ما أسوي له extraction. هاي نقطة كلش مهمة تخلوها ببالكم. تمام؟ هذا مطلوب من عندكم. زين النقاط الأخرى لازم أشوف الinter-incisal angle، قلت لكم هاي نقطة كلش مهمة. لازم أشوف inclination of the teeth، شنو وضعيتها؟ Proclined، Retroclined، على أحصل على Stability، لأن الأوكلوزال ستوب اللي شرحتكم إياه ببداية المحاضرة يعتبر هو المين Stability Point على الإنسايزر Overbite. تمام؟ ولازم أشوف الإنسايزر شو مع البيشنت. السلايدين القادمين راح يشرح لي هاي النقطتين، الإنتر إنسايزر أنجل والسلايدر شو. انتبه. أول شيء انتبه على الانتر انسايزل انجل. بعض احنا شقلنا انه هذا الاوكلوزال ستوبر، هاي النقطة لازم يصير كونتاكت عن طريق الانكلينيشن of the upper teeth واللور teeth. الانتر انسايزل انجل سيفالومتركلي يمثل لي الانكلينيشن او الكونتاكت او الانجل بين اللونج axis of the upper incisors with the long axis of the lower incisors. هاي يمثل لي هاي الزاوية الخارجية اللي تقريبا قياسها 135 درجة. قلت لكم إذا الشخص عنده retroclined teeth معناه هذا 135 زايدة، شو أسوي؟ أسوي proclination، راح يرجع الانتر انسايزل انجل للنورمال كونديشن، وبعد ذلك أحصل على stable result، ما عندي مشكلة. لكن المشكلة وين؟ إذا البيشنت عندي الانتر انسايزل اكشن صار بيه reduction، يعني الأسنان صار بيه proclination ونفس الوقت deep bite، مثل هاي البيشنت. هاي البيشنت اسمها ملوكة، عمرها هنا 10 سنوات، عندها كلاس 2 ديفيجن 1،
بسبب الريتروكناثيزم اوف ذا ماندبل، يا تشوفين شلون الماندبل صغير وراجع لي ورا. نفس الوقت صاير الاكشن اوف ذا لور ليب بيهايند ذا انسايزرز مزيد البروكينيشن اوف ذا تيث، يا تشوفون حتى صار شوي نوع سبيسينج. ونفس الوقت صار عندي اوفر ايربشن اوف ذا لور انسايزرز بحيث بدت تطخ الباليتال سوفت تيشو ويصير عندها تروماتيك بايت. اذا بيشنت جتيلي وديب بايت وانت بروكلايند انسايزرز، الحال شنو؟ لازم اقلل البروكلينيشن. اذا قللتها simply by retroclination by simple removable appliance، يعني اسوي فت simple tipping لهاي الكراونات، هذا الاوكلوزال كونتاكت اللي انا اقولكم عليها الستوبر مالتي ما اقدر احصلها، لانه المشكلة صاير عندي حتى over eruption ومتغير الانكليشن مال lower teeth. لازم أعالجها بطريقة أفضل من هذا. الطريقة الأفضل إنه لازم أسوي protraction، العفو، لازم أسوي retraction كامل. يعني retraction كامل يعني لازم أسوي retraction with bodily movement، يعني أسويها with fixed appliance بحيث الانسايزرات تحصل على هذا الأوكلوزال ستوبر مالي ويرجع الانتر انسايزر أنجل للنورمال، يلا أقدر أحصل على stable result. ما أحتاج دوخوا نفسكم بها. بالانتر انسايزال انجل في حالات الديب بايت لازم تنقاس. إذا كانت زيادة يعني معناها الأسنان تكون بها retroclination، هاي حالها بسيط، أسوي proclination رأساً تتعدل الأسنان، تمام؟ رأساً أتعدل الأسنان حتى لو سويتها بريموفابل أبلاينس، رأساً تشوفون الأسنان تبي تتعدل، الإنكلينيشن هذا راح تساعد إنه أحصل على الأوكلوزال ستوبر، هاي النقطة، هذا الكونتاكت بهاي الإنكلينيشن. لكن إذا البيشنت جاني ديب بايت وعنده هاي المشكلة وياها بروكلاين تيث وأوفر إيربشن أوف ذا لور إنسايزرز بحيث صار عندي تروماتيك لور بايت، السمبل ريتروكلينيشن بالريموفابل أبلاينس ما تحصلي على هاي الستوبر، وبالتالي ما احصل على ستيبل ريزلت. لهذا اغلب الاطباء لو منتبهين على بيشنتيه اللي عندهم كان كلاس 2 with deep bite رايحين على طبيب معالجيهم بريموفابل ابلاينس، واغلبيه المراجعين ترجع لهم ريلابس. سببها شنو؟ لانه الانتر انسايزال انجل ما تعدلت، هذا الستوبر ما حصلته، لازم اسوي ريتراكشن بادلي باي فيكس ابلاينس، يلا احصل على ستيبل ريزلت. وهاي نقطه مهمه اثناء التريتمنت of the deep bite cases with proclined teeth. تمام؟ بعد الانسايزل شو، يعتبر الانسايزل شو نقطة كلش مهمة أثناء التريتمنت of the deep bite. قبل ما أنا أحكي شنو هو الانسايزل شو أو يسموها بالانسايزر ديسبلاي، نورمالي أثناء السمايل لازم نشوف إنه generally the patient بصورة عامة، شوفوا هاي الصورة مع شخص في عمر صغير إلى عمر old age. بعد الانسايزر شو في أثناء ال rest position لازم شي يكون عندي 2 مليم على الأقل فقط من الانسايزر تبرز فقط، هذا 2 مليم يشوفون واضحة. ها أثناء السمايل يشوفون كلش واضحة التيث ما عندي مشكلة، لكن أثناء ال rest position لازم يكون. تنشوفوا نفس الشخص من كبرت with aging process، تشوفون انه التيث الابر تيث ما تبين ابدا، يعني شخص من يبدي يكبر كل تدريجيا يشوف انه الانسايزر تيث ما تبدي تطلع، يعني الانسايزر شو تبدي تصير صفر كانه، صح؟ تقل، لانه يصير elongation of the face of the lip فيصير عندي reduction بالانسايزر شو. زين، هاي صورة كلام عام. زين، أجي أربط هذا الكلام ويا deep bite cases. جاني شخص with deep bite، تمام؟ وهذا deep bite عندي مشكلة بالincisors، لازم أشوف الincisors شو مالته، لأنه أحد العلاجات اللي ممكن أستخدمها بالdeep bite هو لازم أسوي intrusion، صح؟ أسوي intrusion of the incisors، صح؟ لهذا الشخص لازم أشوف الincisors شو مالته. إذا جاني البيشنت ديب بايت ونورمال انسايزل شو أو ريديوس بالانسايزل شو، ما ممكن أتلاعب بالأبارتيث، لأنه إذا
الشخص الصغير وعند ديب بايت، انتبهوا هو شخص صغير وعنده ديب بايت وعنده انسايزو نورمال او ديكريز، يعني النسازرات ما قد تبين، وانا اسوي لها انتروجن يعني ادخلها بالزايد، شو اتوقع؟ هتوقع انه راح اسوي اكثر condition worse بالنسبة للpatient، راح يصير عنده reduction عالي بالinsertion show، وراح يبين كأنه old age مع العلم هو patient young age، صح؟ راح ينطيني aging process، كأنه راح ينطيني منظر مع aging process. إذا جاني patient وعنده gummy smile أو increase بالinsertion show وdeep bite، هذاك الوقت أسوي له intrusion بالanterior teeth ما عنده مشكلة. إذا patient جالعت وعنده incisal show normal أو decrease وعنده deep bite، لا شو أسوي؟ معناها أتلعب either بالposterior teeth أسويها extrusion أو أتلعب باللور incisors وأفتح البايت بدون ما أتلعب بالincisors. ليه؟ لأنه incisal show مالتها كلش محددة ما أقدر أتلعب بها، وإلا رح يظهر عليها aging process كشكل مع أي من أنه العمر صغير، تمام؟ إن شاء الله تكون واضحة. هاي نقاط كلش مهمة أثناء the treatment of the deep bite. لازم أتابع the maxillary mandibular plane angle. إذا عندي deepening بالmaxillary أو reduction ما أسوي له extraction، لأنه أي extraction يزيد the deep bite، تمام؟ وإذا عندي مشكلة بالinter incisal angle لازم أحصل على normal inter incisal angle على متحصل على stable result. ولازم من أعالج deep bite أشوف the incisal show my patient. إذا كان normal أو reduction ما أتلعب بالأبر إنسايزرز أبداً مطلقاً، فقط أتلعب باللور أو بالبوستيرير تيث. بس إذا عندي إنكريز بالإنسايزر شو يعني أسنان بالريس بوزيشن أكثر من اللازم قد بين، ممكن أسوي إنتروجن بالإنتيرير تيث وأحصل على البيست ريزالت. لنهاية هاي الصفحة حصلت على الشرح على الديب بايت، إن شاء الله تكون واضحة. وإذا أي سؤال عندكم تقدرون تزولي وترسلوني وأنا مستعدة للإجابة. رح نبلش بالسكند بارت اللي هو الأوبن بايت، قصير الأوبن بايت وسهل جدا وإن شاء الله تكون واضحة، انتبهوا. الأوبن بايت هو البداية مالته يكون incomplete over bite، شرحت لكم إياها بالإنسايزر over bite، إنه ما يصير contact بين التيث، لكن من ينفقد الأوفرلاب مو كونتاكت، انتبهوا اكو فرق بين كونتاكت واوفرلاب. بعد لا تقولوا لي جبتكم وجاوبتوا لي غلط. اذا ما يصير عندي اوفرلاب، ماكو اني اوفرلابينج بين الابر تيث واللور تيث، النتيجه راح تكون عندي الاوبن بايت. عندكم تشوفون هاي الصور حتشوفون ديفرنت رينج اوف open bite in different locations. يعني مثلا هاي الصورتين تشوفوها بالانتيرير، هاي الصورتين بالانتيرير، هاي الصورة صار عندي بالبوستيرير. يعني ممكن بالانتيرير، ممكن بالبوستيرير، ممكن دينتال، ممكن سكيليتال، تمام؟ هنا راح يكون العكس. يعني ممكن هناك تذكرون بالديب بايت قلنا over eruption of the interior، لا هنا أنا under eruption of the inside interior. تشوفون الانسايزرات صار بيها under eruption، او صار بيه ممكن super eruption بالبوستيرير، يعني الأسنان البوستيرير صار بها over eruption فانفتح البايت انتيريري، أو ممكن خلل بالانتيرير، أو ممكن يكون skeletal problem. خلوها ببالكم الانتيرير open bite، الانتيرير open bite تأثيرها aesthetically كلش غير مقبول، يعني أكثر من الديب بايت، أكثر من كل الكروس بايت، يعني كأستيك أكثر واحد يأثر هو الانتيرير open bite، كلش يأثر على المنظر، طبعا يأثر على function. شوفوا التانك مع هذا البيشنت، شوفون صار عنده انتيرير تانك ثراست قاعد يطلع لي قدام، يصير عنده لسبينج، حتى التلفظ البرونونسيشن مع البيشنت يصير بيه مشكلة، تمام؟ شوفوا البوستير اوبن بايت يختلف الوضعية مالته، لا كأنه لاترال تانك ثراست، شوفون هنا التانك شون طالع هنا بالبوستير، يأثر على الماستيكيشن اوف ذا فانكشن، تمام؟ سابقا كانوا يتوقعون انه الانتيرير اوبن بايت المين أو primary etiological factor هو adaptive tongue thrust، يعني التانك يطلع لي قدام ويسوي open bite. لكن بعدين خلال الدراسات والبحوث والناس عالجوهم شافوا إنه ورا ما عالجوهم التانك يرجع الوضع الطبيعي، معناها التانك ما كان هو السبب. لكن خلوها بالكم ما هو whatever the cause of open bite ممكن يأثر على التانك،
ويصير عنده فد adaptive procedure دائما يطلع التانك للقدام، تمام؟ وهاي يصير عندنا مشكلة كبيرة. حسب الموقع مالته، حسب الكومبوننت، اقسم الاوبن بايت ممكن يكون دينتال اوبن بايت يعني خلل بالاسنان، او سكيليتال ممكن يكون بالعظام، وحسب اللوكيشن هيكون اما بالانتيرير او بالبوستيرير، او ممكن يكون انتيرير او بوستيرير، او اكوردنج تو ذا سايد ممكن يكون لاترال او يكون بايلاترال. هذا يتوقف ويا الهبس، بس راح نشوفه بالسلايدات القادمه. نجي على الايتيولوجي. المين ايتيولوجيكال فاكتور أرجع وأقول ممكن يكون genetic factor either skeletal أو soft tissue. يعني soft tissue ممكن يكون فد problem بالتانك، مثل endogenous tongue thrust، اللسان دائما يتقدم لي قدام حيسوي لي فد under eruption of incisors، وبالتالي حيصير عنده anterior open bite، بس السبب هو genetic control genetic factor، تمام؟ فد neuromuscular disorder، أو ممكن إسكليتر بروبلم، هسه راح نشوفها بالسلايد القادم، أو ممكن يكون هابتس. هاي هي المين إيتيولوجيكال فاكتورز اللي ممكن أشوفها ويا الأوب. بعو إذا كان عن جينيتيك كنترول والكوز مالته إسكليتر فاكتور، شو ممكن أتوقع؟ أتوقع إنه يصير عندي upward maxillary rotation، يعني الماكزيلا راح يصير upward rotation، تفتر تصعد لي فوق بحيث يفتح البايت anteriorly، تمام؟ أو يصير عندي downward mandibular rotation، عبالك الماندبل ينزل لي جوا وينفتح البايت، ويصير عندي anterior open bite skeletal type، تمام؟ أو يصير عندي divergent rotation، عكس convergent rotation بالdeep bite، إنه الماكزيلا يصير بها upward والماندبل يصير عندي downward وينفتح البايت. طبعاً هذا الكيس يصير أكثر severe. أو ممكن يكون عندي increase بالvertical dimension of face of the maxilla، يعني access بالmaxilla. هذا الaccess مال maxilla يسوي فد contraction point، فالضغط على هاي النقطة. هاي النقطة راح تأثر على mandible، يصير بها rotation downward and backward، وينفتح البايت of the patient. هاي الأربع حالات ممكن يكون genetic control skeletal cause for anterior or posterior open bite. habits. الhabits أحد ال side effects of the habits راح نأخذها بالمحاضرات القادمة بال vertical dimension، إنه ممكن يسوي لي ال anterior open bite. الhabit ممكن يكون digit sucking، أو ممكن جماعة mouth breather، أو ممكن يكون tongue thrust، صح لو لا؟ وتعرفون إذا نفرق بين التانغ ثراست وبين الديجيت ساكينج، إنه هذاك يصير عندهم جماعة التانغ ثراست يصير عندهم سيمتريكال أوبن بايت، يعني الإكستيشن من الكنان تو كنان نفس الدرجة من الأوبن بايت. لكن الأشخاص مثلا اللي عندهم ديجيت ساكينج راح أشوف عندهم مثلا أسيمتريكال أوبن بايت، صفحة أعلى صفحة أنصى، وهكذا يعني حسب الكيس، تمام؟ أيضا يعتبر من الكيسات اللي ممكن يأثر على الاوبن بايت ويسوي لي فد بروبلم بالفيرتيكال دايمنشن. لو نشوف الفيتشرز دنتالي، شو حنشوف؟ ممكن اشوف ناروينج بالدنتال ارتش كروس بايت، تمام؟ شوفوا هاي اغلب الحالات يصير ممكن يصير عندهم سبيسينج. شوفوا احنا ما شفنا سبيسينج بالهذا، شفنا كراودينج، وقلنا سبيسينج الا اذا صار عند بروكلاينت، يعني ديب بايت وال class 2 division 1، بس انا بالopen bite ممكن خاصه اذا كان tongue thrust يسوي spacing بالanterior teeth، by rotation يصير بالposterior teeth. تشوفون الفراغ اللي صاير هنا بحيث التانك ممكن يضطر انه يطلع. شوفوا soft tissue features and cephalometric features. باعوا شو اشوف من الشخص؟ ممكن يشوف النيزوليبيال انجل. ايش قلنا احنا بالديب بايت؟ النيزوليبيال انجل، العفو المنتوليبيال سلكس، دائما شيء يكون ديب. هاي المنطقه كانت ديب بالديب بايت، لكن هنا يكون شالو. تشوفون شالو منتوليبيال سلكس، انكومبيتنت ليبس. تشوفون هاي البيشنت شلون عندها انكومبيتنت ليبس، تلاحظون، تمام؟ خاصه بالفول سمايل. الجنجايفال ديسبلاي، تشوفون الانسازل شو كلش عالي يكون في حالة الاوبن بايت، تمام؟ اللي ممكن احنا ما نشوف هذا الشيء بالديب بايت، تمام؟ سيفالومتركلي شو نشوف؟ نشوف الماندوبلر بلين صاير بيها فد
فد ستيب او هاي بلين يشوفون صار كلش ميلان انحدار كلش قوي بهت اكس الآية صار عندي decrease بالposterior facial height بالمقابل صار عندي increase بالanterior facial height. اذا هاي الصفة الرئيسية بالسيفالوماتريكلي انه anterior facial height عندي increase وposterior راح يكون عندي decrease وهاي الصفة الرئيسية ومعاكسة عن الديب بايت اللي هي بالعكس حنشوفها بالديب بايت تذكرون لان الريموس يطول فيصير عندي increase بالposterior facial height ويقل عندي الanterior facial height لكن بال open bite دائما يصير عندي increase بالfacial height anteriorly وposteriorly ممكن يكون عندي decrease تمام؟ هاي الأغلب وأهم الفيتشرز اللي نقدر نشوفها ممكن نشوف spacing وممكن نشوف crowding مثلا هاي الكيس شوفوا open bite with crowding عادي ممكن أشوفها يعني مو مشكلة يعني بس مثلا التانجو ثراست طبيعته إنه يسوي فت procrination بالأسنان ويسوي بها spacing تمام؟ يصير عندي incompetent lips البنتولابيال سيركل شالو هاي اهم شيء جنجايفل ديسبلاي هاي انسايزل شو عالي والمانديبولار بلين كلش ستيب وبالتالي راح يزداد عندي الفيرتيكال دايمنشن اوف ذا فيس ان شاء الله ما عندكم سؤال لحد الان باقينا اخر بارت من الاوبن بايت اللي هو التريتمنت مثل ما شرحتها ويا 8 تايم اوف تريتمنت لازم نشوف الكوزاتيف فاكتور يعني شنو لازم نشوف الكوزاتيف فاكتور خاصه احد الايتيولوجيكال المهمه الايتيولوجيكال فاكتورز المهمه الخاصه بال اهم الايتيولوجيكال فاكتورز الخاصه بالاوبن بايت ممكن يكون الهابيتس فاذا بيشنت عنده هابيت وعنده اوبن بايت خلوها ببالكم انه اذا عالجت الاوبن بايت راح ترجع لانه ما عالجت الهابيت في نقطه كلش مهمه انه لازم احنا نعالج الهابيت اول شيء خطوة أولية ونسيطر عليها يلا وراها نعالج الأوبن بايت ونرجع على treatment options ممكن يكون عندي acceptance of the anterior open bite in very mild cases or very difficult cases patient يحتاج surgery ما يتقبله أو orthodontic treatment إذا growing patient راح نستخدم للorthopedic movement اللي هي myofunctional عن طريق vertical growth modification vertical activators يسموها صح هشوفكم اياها بصور او non growing patient واذا خاصه اذا سكلي dental problems و mild cases طبعا severe cases surgery طبعا وال mild cases نتلاعب بالاسنان الحركه الاسنان راح تصير عكس الديب بايت احنا بالديب بايت سوينا intrusion بالانتيرير صحيح وسوينا extrusion بالبوستيرير هنا أنا بالعكس حنسوي intrusion بالبوستيرير تيث وحنسوي intrusion بالposterior teeth و extrusion بالanterior teeth لأن الانتيرير قصران لازم نطولها فسوي لها extrusion والposterior يكون طبعا نرجع ونقول ممكن يكون absolute or relative يعني أما نسوي absolute intrusion يعني إذا كان open bite problem بالposterior teeth نسوي له absolute intrusion فقط بدون ما نحرك الانتيرير نشوف كل ما انه نسوي انتروجن بالبوستيرير الانتيرير تدريجيا تنسد او نسوي اكستروجن بالانتيرير اذا كان كوزاتيف فاكتور بالانتيرير تيث السلايدات القادمه كلها راح توضح لكم ديزاينات الابلاينس المختلفه اول شيء هذا انواع من الماي فانكشنال ابلاينس اللي نستخدمها للجروينج بيشنت وذ اوبن بايت كيسز يسموها بال functional regulators أو vertical regulators vertical regulators هذا ال functional regulator اللي هو ال Frankel appliance هذا ال modified type by Bionator اللي يستخدموها في حالة ال open bite يسموها كلها بال vertical activators اسمها بال vertical activators والcase لازم يكون skeletal open bite when growing patient هنقطة كلش مهمة أو ممكن استخدم بعو هذا الهيد جير with face bow هذا الهيد جير with face bow with functional appliance أو هيد جير face bow مثل هاي الصورة with fed posterior bite plate هذا ال posterior bite plate يغطي لي ال posterior teeth يسوي لي intrusion يدفعها دائما وأبدا يمتى نستخدمها بال growing patient لأنه الأسنان الروتات مالتها مو كلش مكتملة فأنتها قابلية على ال intrusion أو extrusion بكل سهولة هذا الفيسبو هاي بول يسموه هاي بول فيسبو تمام او هاي بول فيسبو with bite block او with another functional appliance
هاي مجرد بس تعرفون الابلاينس كافية لكم، ويسوي لي انتروجن بالاسنان هاي البايت بلوك، هاي كلش مهمة تمام. او ممكن استخدم الفيرتيكال بول تشين كاب اذا عندي بروبلم ككلاس 3 وذ اوبن بايت مثلا، يعني ممكن استخدمه وذ هاي بول ويا مثلا. شوفون هذا الابلاينس الداخلي عبارة عن كابينج اوف بوستيرير تيث، انا مسوي لي انتروجن للتيث ونحصل على ريزلت رائعة جدا تمام. هاي الكيسات وراها نفسها ممكن استخدمها اذا مثلا شخص عنده نفسه هذا نفس الابلاينس الهاي بول هيد جير، استخدمتها وياها فد ابلاينس خليت له هنا تانج كريب لانه عنده مثلا ديجيت ساكينج هابت معينه تمام، يحتاج له كروس بايت، صار عنده استخدم له هايركس هذا الاكسباندر تمام، هاي ريموفبل اكسباندر ويا تانج كريب وياها الهاي بول. تشوفون خلوها بالكم هاي الديزاين اوف ابلاينس الماي فانكشنالز كلش سهله وكلش مفيده ونتائج مالتها كلش حلوه، لكن مشكلتها انه يحتاج الكوبريشن مال البيشنت، ولانه الفيرتيكال جروث مال البيشنت يستمر الى فتره زمنيه طويله فمعناها راح يحتاج انه يستخدمها الى فتره زمنيه اطول. طبعا الشخص كل ما يكبر راح ينحرج من هاي الابلاينس ويقوم ما يستعملها ويحصل على ادفيرس افكت تمام. ممكن إذا patient adult ورد أستخدم له intraoral أستخدم له التاد أو temporary anchorage device، أخلي له 2 tads labially and 1 tad lingually. ليش؟ على مود من أربطهم ويا posterior tier تشوفون شو مربوطات، يعني شوفوا إذا بس ربطتها anteriorly معناها labial aspect مال posterior tier راح تصعد لي فوق، شو هيصير؟ يصير tilting، يصير تلتينج بالبلين اوكلوزال بلين. لكن اذا ربطتها ليبيالي ولينجوالي الاوكلوزال بلين مال التيث كلها تصعد، يصير بيها انتروجن كومبليتلي انورد تمام، ونحصل على نتائج كلش حلوه. طبعا اذا ادلت وسكيتال بروبلم من اوبن بايت ممكن اعالج الموضوع عن طريق السيرجري تمام. إذا كان الخلل بالانتيرير تيف عندي انتيرير اوبن بايت، ممكن احد الطرق اللي استخدمها هو الالاستيك اللي ذكرناها دائما، هو الانترا اورال الالاستيك بس يسموها بالفيرتيكال الالاستيك ان ديفرنت ديزاين. شوف هذا مثلا على شكل بوكس ديزاين يسموها، هذا على شكل تراينجولر، هنا أنا على شكل تمبروزال، يعني ديفرنت ديزاينز. مو مهم تعرفون الديزاينات، بس ممكن انه استخدم فد انتيرير إلاستيك intraorally أسد الـ anterior open bite خاصة إذا كان أريد أسوي extrusion بالـ anterior teeth. وهذا الفيديو راح أوضح لكم شلون راح يشتغل الـ intraoral elastic الـ vertical elastic على مود يسويني extrusion بالـ anterior teeth to solve the anterior open bite. الريتينشن أيضا مهم، لأنه أرجع وأقول لأنه الفيرتيكال دايمينشن أو فيرتيكال جروث مال البيشنت يستمر إلى فترة زمنية طويلة، الريتينش لازم يكون فترة زمنية أيضا طويلة، وممكن إنه أستخدم له ريموفبل ريتينر with posterior bite plate عكس الديب بايت. بالديب بايت خلينا flat anterior bite plate على مود يحافظ على الاكستروجن من البوستيرير ويحافظ على الكوركشن مال الديب بايت، لكن بالاوبن بايت استخدم لي posterior bite plate لأن posterior bite plate يحافظ على الانتروجن اللي حسويته للposterior teeth على لا يرجع ينفتح البايت anteriorly تمام. نجي الى اخر سلايد على هذا الموضوع الاوبن بايت وخلصنا ان شاء الله ما زحمتكم بها. some important tips ممكن اشوفها باعوا هي فد ريفيو كلش بسيط وانا ذاكرتها اصلا بالكلاس 2 بالانتراورال الاستيك وبالكروس بايت تريتمنت. تذكرون ايش قلت لكم اني بدي بايت الاكستراكشن مو كلش حلوه ما تتلاعبون وياها، لانه الديب بايت اذا سويت الاكستراكشن حزيد الديب بايت اكثر، لكن بالاوبن بايت ممكن اسوي اكستراكشن، وكل ما اسوي الاكستراكشن للموست بوستيرير تيث احصل على ريزلت اعلى، لانه احنا كل ما سوينا اكستروجن بالبوستيرير تيث 1 مليم اتوقع الانتيرير تيث يصير بيها overlapping 2 مليم، يعني
يعني الاوبن بايت اذا قللت 1 ملي من البوستيرير اتوقع 2 ملي من الانتيرير تسد الفتحه. لهذا بدل ما اسوي لي اكستراكشن للفور، تذكرون احنا بمحاضره الاكستراكشن قلنا السن المثالي للاكستراكشن هو الفور، ممكن اسوي اكستراكشن للفايف والسكس، وانا ذاكرتها بمحاضره الاكستراكشن لو تذكرون، لانه كل ما نرجع للبوستيرير اكثر ينطيني انتيرير كلوزنج اكثر، لهذا يستخدموها بالاوبن بايت كيسز الاكستراكشن ايذر 5 اور 6 حسب الكونديشن. خلوها ببالكم اذا تريدون تستخدمون كلاس 2 الاستيك اور كلاس 3 الاستيك، انا شرحت لكم اياها وقلت لكم لانه هو دايجونال فورس او اوبليك فورس من يتحلل حيصير عندي اكستروجن بالبوستيرير تيث. زين اذا صار عندي اكستروجن بالبوستيرير تيث وانا عندي اوبن بايت انتيرير، يعني معناها الاوبن بايت حتزداد، اذا ما ممكن انه استخدم لا كلاس 2 ولا كلاس 3 الاستيك ان كيسز وذ اوبن بايت تريتمنت. تمام، كذلك البوستيرير اكسبانشن ما تتوالم ويا التريتمنت مال اوبن بايت. تذكرون شرحت لكم اياها الاكسباندر يسوي عندي تلتنج بالاوكلوزال بلاي مال البوستيرير تيث، يصير عندي الماندبل يصير بها روتيشن داونورد باكورد وينفتح البايت. يعني اذا البيشنت عندي كروس بايت والديب بايت الحل كلش لطيف لانه نتائج الاكسبانشن يصلح الكروس بايت، لكن من يصير عندي اوبن بايت يصير الوضعية كل صعبة. لهذا لازم استخدم بوكال كابينج او يسموها بالبوستيرير كابينج، يعني اغطي البوستيرير تيث على من يصير بيها اكسبانشن ما يصير بيها تلتينج وما يأثر على الاوبن بايت ما يخلي الوضعية تصير اسوأ. تمام، هاي نقاط كلها مذكورة بمحاضرات الكلاس 3 ومحاضرات الكروس بايت وبالاكستراكشن وكلها واضحة، مجرد هي مجموعة ملاحظات للتذكير ونقاط مهمة ويا العلاج of cases of open bite cases. إن شاء الله ما ثقلتها عليكم، محاضرة بسيطة وحلوة بها معلومات مفيدة، وأي سؤال أنا حاضرة. طبعا ماكو كويز هالأسبوع، أتمنى عندكم تقرون المادة الفصل الأول كل الزين، وأنا ذاكرتها بالمحاضرة مال كلاس 2 شنو هي المادة الداخلة مال الفصل الأول، تقريبا 7 محاضرات كلها داخلة وكلش مهمة تركزون عليها تعتمدون على نفسكم، واحد ما يغش من الثاني، ترى أنا بس أحس على الغش أنقص من الدرجة. وأتمنى لكم كل التوفيق بالإكزامينيشن يوم الجمعة القادمة ساعة 2 الظهر، رجاء تلتزموني بالوقت، وقت كلش قصير بس القارئ رح يكون كلش زايد عليه الوقت، رجاء كلش مهم هاي النقطة، وتحضروا نفسكم الأسبوع الوراء رح يكون الامتحان الفصل الثاني ورح أذكر منكم محاضرات إن شاء الله بوقتها. أتمنى لكم كل التوفيق، وأي سؤال أنا حاضرة، وشكرا جزيلا.